التمرين الأول هنلعبه، هلعبه معاكو واحنا بنقراه مع بعض. هو هيبقى طالب مني A A D D A A E E A A D D E E A اتنين A A D D A A E E A A D D E E A اتنين. طبعا هو التمرين فيه إعادة، أنا لعبته بالإعادة بتاعته. طيب تعالى نلعبه مع بعض كمان مرة، بس المرة دي هقول أرقام الأوتار اللي احنا بنلعبها. يعني هيبقى خامس خامس، رابع رابع، خامس خامس، سادس سادس، خامس خامس، رابع رابع، سادس سادس، خامس اتنين، وهنعيده تاني.